وضع النفط في الدول الخليج اه بالذات، الكلام فطبعا هذا حيأثر على دول الخليج بشكل ملحوظ جدا، ودول الخليج من مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد العالمي بشكل عام، وإن شاء الله ما تكون هذه الفترة فترة طويلة عليهم، لأنه إذا الخليج انضرب كميزانيات دول حيعمل طبعا أكيد بلبلة في المنطقة، فنتمنى لهم إن شاء الله الخير، ونتمنى إنه يقدروا يتجاوزوا هذه المرحلة بشكل سريع. أستاذ وضاح، كان عندي أكيد سؤال طبعا بالنسبة للنفط. يعني في أتمنى لهم إن شاء الله الخير، ونتمنى إنه على يقدروا. النفط، هل الآن اسمع، بالنسبة للنفط الآن ونزول سعر عفوا البرميل، سألتني إشي؟ معايا جمال؟ آه معك، كان في سؤال عن موضوع النفط بدي أسأله الأستاذ محمد، اللي هو نزول سعر النفط ونزوله بشكل كبير، هل تتوقع أنه هذا يؤثر برضه على الدولار الأمريكي؟ هذا موضوع شوية كبير يعني بالنسبة للدولار الأمريكي. الدولار الأمريكي بيأثر عليه كتير عوامل، مش بس النفط. الدولار الأمريكي كتير من دول العالم رابطة عملتها بالدولار الأمريكي، فهذا بدعم الدولار الأمريكي بشكل أو بآخر. بطبيعة الحال أكيد هيأثر على الدولار الأمريكي، ولاحظنا تغير بالفترة خلال الأسبوعين الماضيين بالدولار الأمريكي. لاحظنا انه الدولار الكندي نازل شوية كمان بالنسبة للعملات الأخرى، بس هذا برضو ممكن يوفر بالفترة الزمنية اللي جاية بعد اللي بنسميه ما بعد كورونا، ممكن يوفر انه نكون عملة رخيصة بالنسبة للدول الثانية انهم يقدروا يعملوا استثمارات هنا في كندا. فالموضوع يعني شوية، طبعا أنا بطبيعة الحال أنا مش ايكونومست بالآخر، بس الدولار الأمريكي يعني زي ما بقول المثل ما بنخافش عليه. الدولار الأمريكي عملة قوية، وعملة دول العالم كلها بهمها إنه الدولار الأمريكي يضله قوي، لأنه في كتير من عملاتها مربوطة بالدولار الأمريكي، فإذا انهز الدولار الأمريكي حتأثر على اقتصادها هي فعليا. ففي يعني إذا انضرب الدولار الأمريكي حنلاحظ دول كتير من العالم حتساعد الحكومة الأمريكية بضخ الأموال، زي ما صار ب 2008 لما انضربت الاقتصاد بأمريكا، ولاحظنا استثمارات ضخمة اجت من دول من دول الخليج ومن دول ومن شاينا، واستثمارات قوية جدا دخلت في أمريكا وسندت الاقتصاد الأمريكي حتى ينتعش مرة ثانية، مش عشان سواد عيون أمريكا، مع احترامي طبعا لكل الدول، لكن لأنه بهمهم هم مصلحتهم بالآخر، في عندهم عملة مربوطة وبهمها مصلحتها بالآخر، وهذا اقتصاد عالمي، فلازم دول الجي 8 تضلها قوية، ودول الجي 20 تضلها مودست اندستري، ولا حينهز الاقتصاد العالمي بشكل عام. فما بتصور الدولار الأمريكي حيكون في كتير تأثر هلا، يعني أنا بتكلم عن مرحلة شهر وشهرين، فإن شاء الله يكون الموضوع كورونا يعني مش أكتر من هيك. في كتير ناس تتوقع أن يكون الموضوع لغاية نهاية السنة، بس بتوقع إحنا كبني آدمين يعني الإنسان بيعود نفسه على البيئة اللي موجودة حواليه، فممكن في ابتكارات تانية ممكن تطلع بالنسبة للتكنولوجيا، كيف الواحد يتأقلم على الوضع الحالي، وكيف يقدر يشتري سيارة من غير ما فيزيكلي يروح يشوفها أو يعمل تست درايف، صحيح كيف ممكن الواحد يشتري مواد أونلاين. وطبعا في كتير من الريتيل اندستريز بالفترة هذه اللي ممكن يتأثروا ما بعد كورونا بشكل حتى ملحوظ جدا، التعليم. وهو طبعا طبعا أكيد أكيد. طيب هلا أستاذ بالنسبة وضاح، تفضل. يعني بس سريعا، سريع تعليق سريع وعشان ندخل بعدين على الريال استيت. النفط حسب القراءات وحسب الأخبار
النفط توافق مع المرحلة هاي، يعني ما كان هو سبب نزول الأسعار تبع النفط ارتداد مباشر بسبب الأزمة، يعني كانت إرهاصات تغيير الأسعار تقريبا إما قبل أو في البدايات تبعت المرض. فهل كان تغيير السعر هو ارتداد من ارتدادات الأزمة، ولا هو توافق مع هاي الفترة فكانت الأزمة أزمتين؟ شوف، هو إذا بدنا نتكلم بالعامية يعني الكورونا زاد الطين بلة. أها فهو الوضع الاقتصادي العالمي مش كتير منتعش ومش كتير قوي أساسا، يعني هو مهلوك من أيام 2008، بس كان في تعافي وكان في يعني لاحظنا الأسهم عم تطلع بالستوك ماركت، بالداو جونز وبغيره، والاقتصاد العالمي كان عم بيطلع وبتعافى، ويعني وكنا ها عم 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 نوصل لمرحلة يعني ممكن نقول عنها شفينا من ضربة 2008. لكن طبعا كان في كتير مشاكل موجودة، مشاكل سياسية بين الدول، مشاكل تجارية بين الدول، خاصة بمرحلة ترامب. طبعا أكيد سياساته أثرت على الاقتصاد العالمي. الهم كان بالنسبة لترامب، وأنا ما بلومه، إنه يقوي الاقتصاد الأمريكي ويلا نفسي ومن بعد الطوفان. فأكيد هذا أثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام، لأنه هو كان حابب يقوي الاقتصاد الأمريكي، بطبيعة الحال أثر على التجارة العالمية بين الدول العالمية وبين أمريكا. يعني ترى بنلاحظ إنه ضربة كورونا أكيد عملت ارتباك بالماركت بشكل عام، وأكيد أثرت سلبيا بشكل عام. البترول كان عندنا مشكلة حقيقية في كندا إحنا من قبل كورونا، اللي هو البايب لاين، وشاهدنا احنا كان يعني هذا البايب لاين كان فيري اسينشال لكندا يعني، وكان اذا ما انعملوا طبعا هلا بعد الضربه هذه صعب جدا، يعني ابصر الله اعلم امتى ممكن يفكروا يرجعوا بهالمشروع. كان اسينشال جدا بالنسبه لكندا طبعا، وشاهدنا المظاهرات وشاهدنا توقيف القطارات وقطع الطرق من جماعات تانية كندية. ف وكنا عم وكان عم بيحاول البرايم مينستر انه يطلع فيها بحلول مرضية لكل الأطراف. فهذا البايب لاين تأخر بشكل كتير كبير، وأنا كنت من مشجعي البايب لاين، لأنه فعلا كان يعني خلينا نقول يعني حيوفر طوق نجاة لكندا إنه تقدر تكمل الاقتصاد تبعها بشكل قوي وملحوظ مع الطلعة اللي كانت طلعاها. توفير كندا للأموال الضخمة، الدفاسيتس اللي صارت من أيام حكومة الليبرالز، أثرت طبعا على انتعاش الاقتصاد الكندي بشكل ملحوظ. لكن لإمتى بده يضل يضخم؟ هو من أول ما استلم الحكم صار في ضخ قوي جدا للأموال حتى ينعش الاقتصاد الكندي، وحتى يخلق جوبز، كرييت جوبز بكندا، وحتى تكون العملة متوفرة للجميع. وهذا طبعا شيء هيلثي عندنا بكندا. بس أكيد البايب لاين أثر تأخره، وهلا طبعا مع ضربة كورونا يعني حيأثر أكتر. بس احنا قدها زي ما بقولوا، احنا قدها وإن شاء الله بنطلع منها وبنطلع من كورونا. ويعني بحب دائما أقول أنا تاكل one problem at the time. هلا عندنا health problem، خلينا let's try to tackle it as much as we can. خلينا نحاول نعالج هذه المشكلة. وهذا طبعا هذا سبب من أسباب القرارات اللي جاستن ترودو اور برايم مينستر قرر إنه يمحي اللي هو الانفليشن كليا، يخليه على الزيرو حتى يقدر يضخ الأموال هذه للكنديين.
حتى يساعدهم على تجاوز هذه المرحلة. طيب هلا احنا في وضع يعني ندخل على الريال ستيت، هل تتوقع انه السوق العقاري هو مؤشر مهم للاقتصاد ام هو مؤشر ثانوي لا يدل على اي علامات سواء ركود اقتصادي او تضخم او كساد او غيره من الحالات؟ سوق العقار واحد من أهم المؤشرات عندنا في كندا. أكيد سوق العقار بيدل على إنه الناس يعني بشكل مبسط الناس عم تعمل مصاري، والناس في بإيدها السيولة إنها تقدر تشتري وتتبادل البرودكت هذا أو العقار من شخص للتاني. وتوفر العقار للمستثمرين الأجانب كان إشي كتير مهم ولعب دور كتير قوي خلال السنتين الماضيين، ولاحظنا مؤشرات قوية جدا بانتعاش الاقتصاد لأنه سوق العقار كان قوي جدا عفوا كان قوي جدا بتورونتو، بضواحي تورونتو، حتى هاملتون يا زلمة، هاملتون ارتفاع سوق العقار كان قوي جدا فيها حوالي 8% لغاية ما ضرب كورونا. فسوق العقار بيلعب دور قوي جدا بالنسبة للاقتصاد الكندي، لأنه الاستثمارات الأجنبية والتطلعات الأجنبية لكندا إنه هي بلد آمنة والعقار فيها مستقر، والعقار فيها ما تزعزع بشكل قوي جدا زي ما صار بأمريكا، وما نزل هالهبوط الفاشح اللي صار في أمريكا ب 2008. احنا ب 2008 أوتاوا طلعت حوالي 5% يعني. هذا بيدل على انه سوق العقار كان قوي جدا وكان بيلعب دور قوي جدا لانتعاش كندا. وفي عوامل كتير طبعا أخرى بتساعد كندا إنها تقوي اقتصادها، كاللحوم، بيع القمح، كالألبان، يعني في عندها موارد قوية جدا بالنسبة للموارد الطبيعية. بس يعني الموارد هذه كلها حتتأثر طبعا بضربة كورونا بشكل أو بآخر، بس نتصور إنه هبوط البترول ممكن يساعد على تسهيل الشيبينج والتخفيض الكوست للإند يوزر. فنتمنى إنه ينعكس انخفاض البترول إيجابيا على الاقتصاد الكندي، ويقدر انه نوفر هذه البرودكت باسعار ارخص انها ممكن تغري مش بس الكنديين، انه تكونتينيو الاقتصاد تبعهم، تغري دول العالم الثانيه انه يهتموا بالموارد اللي موجوده عندنا بكندا، انه يقدر يشتروها باسعار تكون افضل من الاسعار العالميه الاخرى. طيب استاذ وضاح، يعني احنا الان فين من السوق في السوق العقاري؟ يعني تحديدا احنا ايش اللي صار الان على السوق العقاري؟ في اي مرحله احنا فيه؟ ايش الاثار الحقيقيه اللي صارت على ارض الواقع؟ يعني طبيعي انه اسبوعين احنا في الحجر الصحي محجور علينا، ما حدا حيحكي مع حدا، يعني اكيد ما حد حيتصل بحدا ويروح يشوف، هذا طبيعي. لكن لما بنحكي السوق العقاري تاثر، ايش يعني تاثر؟ يعني ايش اللي تاثر فيه؟ الناس بطلت تشتري، ما طبيعي الناس مش هتشتري الآن. شوف هلا هذا تصريح قوي جدا منك، هذا طبعا كلام لا مش دقيق يعني مع كل احترام. فالناس صدقني الناس بعدها عم تتصل فينا وبعدها عم تسأل بعدها ممكن تشتري، وبعدها الناس عم تعرض البيوت. و هذا تحدي الكورونا يا سيدي. شوف هو الناس بالآخر بدها تسكن، يعني سواء كأجار والمستأجر بده يسكن ببيت واحد،
والواحد هذا بده يأجر بيته، يعني بكون يا شريكة استثمار فبده يأجر البيت، والشخص اللي بده يسكن بده يسكن، بده ينقل، يعني مش حيقعد هومليس عشان والله إنه في كورونا. هلا الناس اللي مش مضطرة، خلينا نقول بالفترة الزمنية هذه بالخلال الأسبوعين الماضيين، الناس اللي مش مضطرة أكيد إنه قررت إنهم يأجلوا الشراء أو يأجلوا البيع لما بعد فترة كورونا. هذا شيء طبيعي جدا. فلاحظنا إنه عدد المبيعات كيونتس، يونتس سولد بالماركت مقارنة بالشهر الماضي انخفض بشكل ملحوظ. خلال الأسبوعين الماضيين مثلا لاحظنا إنه في حوالي 200 بروبرتي انعرضت للبيع بأوتاوا، وعدد كبير منهم فعليا انباع. هلا احنا قبل كورونا كان يجينا multiple offers على البروبرتيز، كان يجينا 10 offers و15 offers و20 offer على البروبرتي، فكان فعليا سيلر ماركت بشكل مش طبيعي. وكان اذا انعرض البيت نضطر ان نحط مهلة زمنية للناس تشوف البيت حتى، ونحدد تاريخ معين حتى الناس تاخذ fair opportunity انها تقدر تشوف البيت قبل ما فعليا ينباع. فكان يجي وقت الاوفر برزنتيشن او يوم العرض تبع الاوفر للبائع، كان يجينا حوالي 20 اوفر، يعني شيء مش طبيعي كان. يعني بتذكر قبل الويكند اللي قبل كورونا بأول مارش تقريبا، كنا عارضين بيت جانا عليه أكثر من 80 زائر بالأوبن هاوس، يعني هذا 80 مشتري بالأوبن هاوس. هذا طبعا أنا ما بعد العائلة، أنا بعد الشخص اللي سجل اسمه. فأنت تخيل لما يخش عليك 80 واحد بظرف ساعتين من التنتين للأربعة، وبالآخر البيت انباع بحوالي 100,000 دولار، أكثر من الاسكينج برايس. فالعقار كان قوي جدا. هلا فترة كورونا هذه بتخفف العرض بشكل ملحوظ، فهذا بينعكس على المشترين بطبيعة الحال. لما يخف العرض، لأنه الناس اللي مش مضطر يبيع، ترى في كتير ناس كانت تقول أوه فرصتي هلا الماركت بيجي مالتيبل اوفرز، خليني هلا أعرض بيتي. اللي ما كانش يفكر يبيع صار بده يبيع، لأنه صار يجي أعلى بكثير من السعر اللي هو بده إياه. بس بالفترة هذه بخلال الأسبوعين هذه هدول كلهم الناس اتغربلوا، فاللي مش مضطر يبيع هلأ بطل يبيع. فاللي صار إنه عدد العرض اللي موجود على الماركت قل بشكل ملحوظ، يعني يا دوب صرنا مقارنة بالسنة الماضية نتكلم عن 10% من اليونتس افيلبل فور سيل بالنسبه للسنه الماضيه. وهذا بطبيعه الحال بيعمل ضغط على الماركت، لانه المشترين بعدهم موجودين. اكيد في كثير مشترين قرروا ياجلوا الشراء، لانه they're hoping انه يشتروا البيوت بسعر ارخص، لانه هم بقول لك اوه بعد كورونا حتنزل الاسعار وحينضرب الماركت وخلافه. فقرروا انه في كثير من المشترين قرروا ياجلوا الشراء تبعهم اكيد، لكن اللي بنلاحظه انه لسه في عدد من المشترين يفوق عدد البائعين. فبطل يجينا 20 اوفر على البيت، لكن لسه عم بتنباع البيوت، وبتنباع ب asking price if not مور، يعني بسعر العرض او احيانا حتى بكون اكثر من سعر العرض، لانه برضه لسه بيجينا 2 أو 3 اوفرز على البروبرتي. الشغله اللي بنلاحظها انه في ناس هلا بالفتره هذه بعدها بتخيلها انه الماركت زي قبل فتره كورونا اللي هو قبل اسبوعين او ثلاثه، فعم تعرض البيت وهم متاملين انه يجيهم ال 50,000 وال 100,000 over asking او اعلى من السعر اللي هم عارضينه. فاللي بصير انه بيجي وقت العرض اللي احنا محددينه بيجيهم اوفر او اثنين، واحيانا بيجيهم اوفر واحد بس ما فيش غيره، فبلاقوا انه اللي طالبينه هم كانوا اساسا هو اللي اجاهم، ما اجاهم اكثر من هيك. ف
فبحسوا حالهم انه لا والله انا كنت متوقع يجيني 20 اوفر، وكان متوقع ابيعه باكثر من 50 و60 الف، فبرجع ببطل البيع. فعم بصير علينا ضغط قوي جدا انه احنا عم نعرض وعم نشتغل وعم نتعب وبنصور وبنعمل ستيج وبنعمل كل هالشغل وهذا بالظروف الحاليه، واحنا لابسين كمامات وعم نغسل ايدينا، ووضعنا ما تاخذني كريل استيت ايجنتس مزري، واحنا عم نحاول نخدم هالاندستري. بيجي وقت العرض بيجي وان اوفر مثلا او تو اوفرز، بلاقي حاله انه والله انا ما عم بيجيني غير الاسكينج برايس، فبقول لك لا والله وضح كنسل الليستنج، خلينا ناجل البيع لبعدين لما يرجع المالتيبل اوفر سيتويشن. فهذا بياثر عمال، بياثر على شغلنا وبياثر على الماركت اكيد، وبعمل حاله بلبله في الماركت. لكن لغايه هلا يعني ما شعرت انا انه في انخفاض قوي جدا بالاسعار. هلا شو بيصير بعدين، انا بالاخر ما عندي كريستال بول، ان شاء الله احنا ما نطول بالفتره هذه، بس بكل الاحوال اذا صار في خلينا نقول مارشال لا او بلوكج كومبليتلي، ممنوع حدا يطلع لا يروح ولا يجي، حيصير في طبعا فريز كامل، فالاسعار حتثبت والبيع حيثبت وما حدش حيقدر لا يبيع ولا يشتري، فحيصير في فريز، وبس بس يرجعوا يسمحوا للناس يرجعوا يطلعوا من بيوتهم يشتغلوا ويعملوا ويرجعوا لاشغالهم، حيرجع ضخم جدا قوي على الماركت، لانه هدول الناس اللي بدهم يبيعوا والناس اللي بدها تشتري عم بتحوشوا بالفتره الزمنيه هذه، كل عم بستنى كل عم بستنى، كل يوم بيطلع عده ناس، يعني مثلا كمثال يعني 100 واحد بقرر انه والله لا انا خلص بكفيني ادفع اجره، لازم افكر اشتري. فخلينا نقول كل اسبوع زمان بيطلع لنا شيء 100 واحد بفكر بهالتفكير هذا، وهدول كلهم بتحوشوا بعدين. فاللحظه اللي بترجع فيها ان شاء الله الامور طبيعيه، حيصير في ضغط جدا قوي على الماركت، وحتى حيرجع الماركت منتعش باذن الله طبعا ان شاء الله. اكيد في احد الكومنت بيحكي عن سوق السيارات، يعني احنا مش هندخل في الديتيلز، بس بيحكي انه للاسف سوق السيارات او بيع السيارات نزل كتير خلال الفتره الماضيه، مش باعين غير سياره واحده في المعرض عندهم، ف يعني اكيد الماركت هذا صار للاسينشال ثينجز يعني. طيب شو رايك استاذ وضاح على تاثير هذا الوضع الحالي او الازمه الحاليه الصحيه اللي احنا فيها على من اشترى بيتا، موضوع الاستلام وتوقيع العقد، هل هذا سيتم في تأخيرات؟ حلو، شوف هو هذا السؤال كتير إجاني خلال الأسبوعين الماضيين، وكان في تخبط وكان في معلومات خاطئة موجودة كتير على الساحة، وأنا امبارح طلعت على الشن راديو مع جيري، نوجه له التحية، طلعت على الراديو حاولت أشرح هذا الموضوع بشكل أوضح. فاللي صاير انه الناس بتفكر انه اذا كانت هي عامله كونتراكت او عامله ديل ومفروض تسلم البيت خلال الفتره الزمنيه اللي جايه، انه لسه ما استلم البيت، حيستلم البيت مثلا خلينا الاسبوع اللي جاي او اللي بعده او الشهر الجاي او اللي بعده، فالناس بتفكر انه اوكي لا يعني وضع كورونا والوضع الحالي وشوف الحكومه ايش عم تطلع قرارات وكل الناس تقعد في بيوتها وخلافه، هذا بيعطيله الحق انه يكسر العقد ويطلع من العقد وانه يتراجع عن هذا العقد، لانه وجانا عده اتصالات بهذا الموضوع انه والله وضحت طب احنا اشترينا بيت قبل اسبوعين، طب كيف فيني انا اطلع من الديل هذا، بركي بكره تنزل الاسعار. يا جماعه الخير، هذا عقد ملزم للطرفين، ما فيك تطلع منه باختصار، هذا عقد ملزم للطرفين ما فيك تطلع منه. اللي عم بيصير حاليا انه كل التسجيل والكلوزنج دوكيومنتس، المحاميين صار في تواصل بيننا كاندستري ريل استيت وك اللاين تبع المحاماه، صار في تواصل بيناتنا انه نغير تركيبه الكلوزنج هذه،
فوصلوا المحامين لحلول فعالة اللي هو الكلوزينج أونلاين، ويقدروا يبعثوا الكلوزينج دوكيومنتس للمشتريين أونلاين، والشخص ممكن يوقع إلكترونيكلي وممكن يطبع الورق ويوقعه بعدين يبعثه إلكترونيكلي للمحامي باك، وبنفس الوقت يبعث الدوكيومنتس هذه باي كارير. هلا ليش يبعثوا للمحامي باي ايميل وليش يبعثوا باي كارير بنفس الوقت؟ السبب انه المحامي لما يوصل الدوكيومنتس هذه باي ايميل بيقدر انه هو يقرر انه فعلا هذه الاوراق توقعت وبيسلمها بيسلمها للريجستري اوفيس على اساس يقدر يسجل البروبرتي. بس هو احنا عندنا لازم الاصل، اصل الورق اللي هو الاوريجينال دوكيومنتس، فالمحامي بيطلب هذه الدوكيومنتس، فبتاخذ لها فتره قبل ما يوصل الدوكيومنتس هذه للمحامي، والمحاميين طبعا عم بياخذوا حذرهم بالنسبه للموضوع، فبيخلوا الباكج هذا على الجنب لفتره زمنيه حتى اذا في اي فيروسات بالباكج هذا تموت، بعدين بتم فتحها وبتم الفايلينج. بس طالما انه الاوريجينال دوكيومنتس كانت نفس الدوكيومنتس اللي مرسله، بكون الوضع يعني ماشي حاله والامور شغاله. صار في عندنا ارتباك قبل 3 ايام انه صار في كتير كلام انه حيصير في state of emergency وحيصير في lockdown بالنسبة للبلد، ومش راح يضل إشي فاتح غير اللي هي المستشفيات والرعاية الطبية كصيدليات وكعيادات وجروسري ستورز اللي هي الغذائيات، وكل إشي تاني حيسكر. فكتير ناس صارت تتصل فيها تقول لي وضح، طب ما كيف بدي أسكر أنا البيت، وكيف بدي أنا أسلم البيت، وكيف بدي أنا العفشي وا 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 خلافه. فلاحظنا إحنا إنه مدام الريجستري أوفيس تبع المينيسيباليتي، إحنا بالنسبة لأوتاوا السيتي أوف أوتاوا، مدام الريجستري أوفيس مفتوح معناته يعتبر closing the deal is essential service. So معناته lawyer job is essential service، معناته real estate agent job is essential service، فلازم الديل يتسكر بموعده وبتاريخه. هلا احنا بالاخر بني ادمين، في ناس بتمرض وفي ناس بصيبها لا سمح الله بعيد عن السمعين الكورونا فيروس، فبصير عندها حالات صحية انه ما بتقدر يعني كيف بده هذا يقعد يسكر الديل ويقعد. فإحنا بنتفهم هذا الكلام، وممكن يحكوا معنا إذا صار عندهم هذه الحالة، ممكن نحاول نلاقي حلول بيننا وبين البائع، بس البائع بالأخير هو معتبر حاله إنه باع البيت. فبقول لك أنا بعت البيت وما صدقت أبيع البيت، يعني أنا ما بدي، وعملت التزامات تانية حتى أنقل على بيت تاني. فبصير في تناقش ونيغوشيشن انه كيف ممكن نأجل تاريخ التسليم، كيف ممكن نعمل تعويض للبائع بشكل بمبلغ مالي بطريقة معينة حتى نقدر قبل ما يطيب الباير مثلا، او العكس طبعا، ممكن يكون الباير لا سمح الله مرض والعكس صحيح. هلا في صارت عندنا حالات انه الباير فقد الوظيفة تبعته للأسف، ما في اي قانون لغايه هلا مذكور من الجوفرمنت شو بيصير بهذه الحاله. القانون ما بعده ملزم للطرفين، واحنا كريل ستيت ايجنت طبعا يعني احنا بالاخر يعني نحزن لهذا الموضوع اكيد، فبنحاول انه باقل الخسائر نطلع الباير من الديل. طبعا الخسائر ضخمه جدا، لانه المشتري اذا كان شاري بيت ثاني وكان عامل نقل ثاني وكان نقل العفش تبعه وخلافه، يعني بتتكلم عن خسائر ضخمه جدا. فبنحاول نوصل لحل وسط بين الطرفين انه يقدر يلغي العقد هذا، بس هذا طبعا صعب جدا وامر معقد جدا، وبدها إثباتات من المشتري إنه فعلياً مريض أو فعلياً فقد وظيفته
فموضوع شوية معقد، وبتمنى إنه ما حدا يمر فيه. في سؤال من زميلنا وصديقنا رامي طه بيحكي إنه هل ارتفاع أسعار الريال ستيت والأجارات في الفترة الماضية بشكل عام، هل هاي بتعطينا دليل إنه الاقتصاد الكندي كان في تحسن أم ما إلها خص؟ مش شوف، هو احنا وكان بتحسن بشكل عام، بس مش كتير بشكل عام. بس بالنسبة لأوتاوا الوضع شوية مختلف. بالنسبة لأوتاوا، أوتاوا مدينة حكومية، عدد ضخم جدا من الموظفين اللي عندنا permanent jobs، ووظائف ثابتة، وظائف حكومية، والحكومة والموظفين الحكومة مدعومين من اليونيون. فهذولا طبعا صعب جدا يفقدوا وظيفتهم بالنسبة للظروف القائمة أو للظروف الأخرى تانية. هذولا ناس موظفين من الصعب جدا أي حدا يقدر يطردهم، حتى لو إنه لا يقوم بالكفاءة اللي مطلوبة بالنسبة للحكومة. ومعظم السيرفيسز اللي موجودة بأوتاوا مبنية على الجوبز هدول، مبنية على شغل الحكومة هذه. طبعا ما ننسى عندنا بأوتاوا غير وضع الحكومة، في عندنا وضع الهاي تك كومبانيز. الهاي تك كومبانيز اندستري كانت منتعشة بشكل قوي جدا. لاحظنا انه الفيكنسي ريت او الشاغر للمكاتب اللي موجودة بكناتا نزل بشكل ملحوظ جدا، خاصة بعد ضربة 2008. ب 2008 لقينا انه الاوفيسز او المكاتب الشاغرة او الفاضية اللي ما فيها مستأجرين، يعني لاحظنا انه زاد عددها ب 2008، لكن لغاية السنة الماضية انخفض هذا الريت لقريب 3% الفيكنسي ريت. فهذا كان مؤشر قوي جدا، مؤشر ايجابي جدا، انه التكنولوجي والاندستري بكندا قوية جدا ومتجهة بالاتجاه الصحيح. وواحد من الشغلات اللي كانت بتدل على انه متجهة بالاتجاه الصحيح، وللاسف ضربنا الفيروس بأول السنة تقريبا، بآخر السنة الماضية. حضرت أنا إيفنت كانت معمولة لتيري ماثيو، هذا بليونير عمل مايتل كومباني وباعها بعدين، وعنده اتصالات قوية جدا بشركات العالم كلها. كان عامل إيفنت وكان مستضيف سفراء أوروبيين، واحد منهم السفير الأوروبي لليوروبيان يونيون، وسفير الإسباني، وتو أذر امباسادورز مش فاكر صراحة. كان مستضيفهم، وكان اللقاء مبني على إنه الدول الأوروبية تتطلع إلى كندا لتكون ليدر بالـ AI تكنولوجي، اللي هو الـ Artificial Intelligence. وحضرت عدة ايفنتس بكارلتون يونيفرسيتي، ولاحظنا انه في شركات كتير كانت سباقة بالروبوت بيلدينج وبالاندستري هذه. طبعا اكيد جابان وشاينا طبعا من الدول السباقة، لكن كدول غرب احنا بنتكلم، كانت كندا من الدول السباقة بهذا الامور. وكانت الدول الاوروبية تتطلع لكندا لايجاد تكنولوجي قوية يقدروا يستفيدوا منها بحكم الاتفاقية اللي موجودة بين الجديدة اللي عملها جس اور برايم مينستر بين اليوروبيان يونيون وبين كندا، على خلاف النافتا اجريمنت اللي بين كندا وبين نورث امريكا. ف للأسف طبعا ضربنا كورونا، بس ان شاء الله بس ينتهي هذا الوباء. بتصور حتى الاقتصاد التكنولوجي حيكمل المسيرة، وخاصة بهذه المعادلة اللي هي الارتفيشال انتليجنس. ولاحظنا انه
حتى الاور مير بتذكر طلع عمل تيستينج لسيلف درايفنج كار على مارش رود، يعني كانت وابل قررت تفتح فرع عندنا هنا باوتاوا، لانه الموارد البشريه اللي موجوده عندنا باوتاوا كتكنولوجي وككمبيوتر ساينس كسوفت وير انجينيرنج قويه جدا عندنا باوتاوا. حتى انه دي ريكومندد اوتاوا الامازون لما كانوا بدهم يفتحوا فرع كامل، كان واحد من المدن اللي هم بيفكروا فيها اوتاوا، انهم يفتحوا فرع باوتاوا. بس بالاخير طبعا قرروا فتح اسمبلي لاين مانيفاكتور باوتاوا، which is great, still good news. بس كانوا بيقرروا يفتحوا فرع كامل للهيد اوفيس تبعهم في مدينه ثانيه، وكان واحد من المدن اللي بيفكروا فيها. واوتاوا قدمت عرضها للمسابقه هذه، خلينا نقول انه يقدروا يوفروا لامازون انه البيئه الملائمه انهم يقدروا يفتحوا المانيوفاكتور هذا او الفرع تبعهم اللي هم بيحلموا فيه. فأوتاوا ما بنخاف عليها، بتصور أوتاوا قويه بالنسبه لطبعا مدن تانية او ولايات تانية تتراوح بين مدينه واخرى. تورونتو برضو ما بنخاف عليها، والضواحي ما بنخاف عليهم. في عندك الولايات التانية طبعا تتاثر بشكل قوي جدا بالنسبه للنفط، البرتا ومانيتوبا، هذول يعني تصادم مختلف جدا عنا هنا. هذول ممكن يتاثروا، ممكن ينزل الاقتصاد تبعهم. ادمنتون اوريدي كانت الاسعار هابطه فيها، بس بشكل عام كندا كان الاسعار البيوت مرتفع، وكان في تحسن بالاقتصاد الكندي. وانتاريو هي يعني معظم البوبوليشن يعتبر تبع كندا، معظم البوبوليشن موجود عندنا بانتاريو. واذا احنا عندنا انتاريو قويه مع كيبك تحمل بقيه الولايات، وممكن نخطها المرحله باذن الله. طيب استاذ وضاح، بدنا يعني نفكر بعقلية المصلحة شوي، كون ميكافيليين شوي. الآن الأزمة حصلت، وفي ناس عمالهم بيستغلوا الأزمة لصالحهم، بيستفيدوا من الأزمة الموجودة، منهم ناس في القطاع الطبي، منهم ناس في التطبيقات المختلفة في التقنية. الناس اللي إلهم علاقة في موضوع العقار، كيف ممكن يستغلوا الفرصة؟ هاي بالسر بيننا وبينك، بيننا وبينك هيك بالسر، كيف ممكن يستغلوا الفرصة؟ يعني مثلا واحد حاس حاله ممكن شوي يأجل دفعات البيت تبعه ضمن الأزمة هاي، الناس حتغطرش عنه شوي، ما حدا حيتكلم معه، فممكن يأجل. في أشياء ممكن يستفيد منها الواحد ضمن الأوضاع هاي في التعاملات العقارية اللي بدأ وتورط فيها. شوف هلأ وتورط فيها هلأ شوف هو سؤال حلو هو، بس إحنا دائما بنقول للناس إذا أنت قادر تدفع المورجج تبعك ما تختار هذا الاتجاه. إذا أنت الشركة تبعتك ما زالت عم بتوفر لك مدخول حتى لو انهم قعدوك في البيت، يعني قالوا لك مثلا اذا قالوا لك work from home وعم بدفعوا لك، ما تتجه لهذا الاتجاه، لانه هذا ممكن يكون له عواقب بعدين بعد 6 اشهر. فبده ينتبه الواحد انه ما يأجل دفعات القرض الا اذا فعلا هو مش قادر يدفع الدفعات هذه للأسباب اللي هي احنا بنعرفها، انه سيلف كونتامينيشن وقاعده في البيت او انطرد من شغله بسبب الكورونا او بسبب الوضع الحالي. ليش عم بحكي هذا الكلام؟ البنوك عندها قدره تحمل وعندها ميزانيه معينه بيقدروا يفيدوا فيها الشريحة هذه المتضررة من الوضع الحالي. إذا أنا وإنت ودكتور جمال ومن هب ودب، ما تأخذني مع احترامي للجميع، قرر إنه يتصل في البنك
ويأجل هذه الدفعات، حنلاقي إنه بعض البنوك حتعمل حتسأل أسئلة أدق، وحتطلب أكيد إثباتات. هلأ حاليا وعملت أنا لكذا زبون عندي وفعلا اتضرروا، إنه حاليا بيسألوا أسئلة جدا بسيطة وجدا ثانوية، بقولوا لك اوكي انت قديش شو تاثرت، او والله انا انطرت من شغلي، اوكي انطرت من شغلك، طيب انت قديش بدك تاجل الدفعات؟ والله بدي اجل الدفعات لمده 6 اشهر، اللي هو المصرح فيها كجفرمنت وايز انه ما بتقدر تاجل الدفعات لمده 6 اشهر. بس هذا طبعا له عوائد بعدين، فالواحد بده ينتبه لما يقرر ويصرح هذه التصريحات للبنك، خاصه للبنك. انت ما تنسى انه البنك هو اللي اعطاك المورجج، والبنك هذا عمل لك ابروفال طويل عريض ودرس الحالة الاقتصادية تبعتك ككريدت، كدخل، كمصاريف، كديون عليك. بعد ما البنك درس الوضع المادي كله تبعك اعطاك المورجج هذا. فانت لما تتصل في البنك تقول له انا والله فقدت وظيفتي، هلا اوكي بيعطيك البنك 6 اشهر، بس ما هو ايش ممكن يسوي البنك بعد ال6 اشهر؟ لانه انت صرحت للبنك انك فقدت وظيفتك. فاذا انت فعلا فقدت وظيفتك بعد 6 اشهر، يعني ما بنعرف شو بده يصير لسه، القوانين مش واضحه والوضع مش واضح. ف يعني ينتبهوا الناس بالنسبه، يعني النصيحه انه يدفع. ما هو بيصير البنك بده يقول له طب انت هلا اثبت لي انك انت رجعت على الشغل، واثبت لي انه صار دخلك كذا، ويرجع اعمل لي وراءك، ويرجع اعمل بدي اعمل عليك كريدت شيك وكذا. طبعا انا ما بعمم، البنك حيتعامل حاله بحاله، لكن الواحد ينتبه شو بده يصرح للبنك. اذا معظم البنوك في عندها اوبشن اللي هو سكيب ا بيمنت اوبشن، فاذا انت مجرد انه بدك تستفيد انه تخفف على حالك العبء هالشهر هذا، ممكن تلجأ لهذا الاوبشن، وهذا الاوبشن متوفر سواء في كورونا او ما فيش في كورونا. فممكن تلجأ لهذا الاوبشن وتقول لهم ان انا اي وانا سكيب ا بيمنت. لكن بدي اوضح شغله، اذا انت اخترت هذا الاوبشن واخترت انك تسكيب ا بيمنت، ما بتقدر ترجع بعدين الطالب انه بدك 6 اشهر. اوكي، لانه بدك تكون واضح وعارف مادياتك. اذا انت بعدك عم تشتغل لكن بتشتغل من البيت، بس انت حابب تخفف على حالك الاعباء، خذ اوبشن سكيب ا بيمنت. هذا الاوبشن موجود مع معظم البنوك، خاصه البنوك الكبيره، خاصه الاي لاندرز اللي هم تي دي وبنك مونتريال ورويال بانك و وخلافه سكوتش بانك وهدول. هذا الاوبشن موجود ومتوفر، وموجود كورونا ومن غير كورونا. فاللي متضايق شويه ماديا انه والله الوضع وانا نفسيتي وبعرفش ايش بصير بكره في المستقبل وابصر قديش ضلوا كورونا، ممكن يلجأ لهذا الاوبشن. لكن هذا الاوبشن ممكن يلغي له الصلاحيه انه يقدر يستعمل اللي هي 6 مانث اوبشن. اذا اختار هذا الاوبشن بده يكون كثير منتبه قبل ما يختار واحد من هالاثنين الاوبشنز. اذا واحد فعليا ترك شغله، خلينا نقول انا وضح انا ريل استيت ايجنت، فانا لما اتصل في البنك واقول له انه والله انا عندي مشكله اني انا ريل استيت ايجنت، وهلا الناس يعني يعني اذا انا هذا الكلام اللي قلته والناس هلا قليل عم تشتري وانا عندي الانكم صار لور، فانا بدي اعمل اختار الاوبشن من 6 مانث قبل ما اشوف ايش الوضع بده يصير. والبنك حينبه عليك يقول لك اذا انت قدرت بعد شهر او شهرين ترجع تدفع ارجع ادفع. والبنك مش عبطلا بيقترح لك هالاقتراح، لانه بعد 6 اشهر اذا ما فرجيت البنك انه والله انت فعليا رجعت ورجعت تشتغل، بالنسبه لي انا كريل استيت ورجعت ابيع بيوت وهي وهي رجعت صار في عندي انكم وكذا وكل شيء تمام ومش الحال، حيصير في ممكن مشكله عندك. معظم البنوك طالما انه البيمنتس عم تندفع ما بيقربوا ناحيتك، لكن المشكله اذا انت قلت لهم انك انت انطردت من شغلك،
هاي اللي ما بنعرف ايش ممكن يصير بعد الست اشهر، فبده فهو مش اوتوماتيك يعني، مش اوتوماتيك انه اذا ما حكيت معهم راح يضلهم ياخذوا عادي. لا لا لا، الموضوع مش اوتوماتيك، لا 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 لا، لازم تتصل فيهم. وعلى فكره معظم البنوك حيخلوك على الخط 4 5 ساعات قبل ما يردوا عليك، تزهق. بده يطول بالك وبدك تكون صبور، لانه عم بيجيهم كم ضخم جدا من المكالمات. وفي بنوك اعطت حلول ثانويه اللي هي ممكن تطلع على الاكونت تبعك اونلاين وتعمل سبميت اونلاين، انك تقدر انك تاجل وتطلب بيمنت للابجل للتاجيل. فبقول لك اوكي احنا حنتصل فيك بالوقت الفلاني بعد يوم بعد يومين، تعمل ابوينتمنت معاهم اونلاين وبتصلوا فيك بهذا اليوم. ليش؟ لانه كميه الضغط اللي عليهم ضغط جدا مهول. بتطول لك شغله البيمنت، معلش سوري عفوا دكتور جمال قطعتك. البيمنت نتكلم عن البرنسبل والانترست. اذا انت قررت تاجل الدفعات كسكيب بيمنت او ك 6 اشهر سكيب بيمنت، نتكلم عن تاجيل البرنسبل والانترست. البروبرتي تاكس ما له علاقه، والمورجج انشورنس ما له علاقه. فاذا انت دفعاتك الشهريه اللي بتطلع منها البروبرتي تاكس والمورجج انشورنس، هدول بدك تضلك تدفعهم، هم بس بيشيلوا منك البرنسبل والانترست. اوه هذا فيري انترستينج، لانه هون كاتبين ذا انترست از كومباوند انترست. اعتقد هذا الموضوع طبعا الدكتور مخلص بيحكي ترجم لنا بنغطرش بنغطرش غطرش عليهم. طيب في اخونا باسم العيساوي بيحكي هل التوقع لاسعار العقار بالارتفاع اكثر او ان تنخفض اكثر من 30% اذا تفشى او استمر تفشي الوباء، وخصوصا بعد توقعات بفقدان الوظائف اذا زادت المده عن شهر؟ هل نتوقع خفض في معدلات الفائده كمان؟ شوف احنا من الانخفاض اوريدي صار بالفائده، طبعا بنك اوف كندا اوريدي نزل الانترست، وهذا حيشجع الناس انهم يشتروا بطبيعه الحال، فحيصير لسه في موجود الحركه. انخفاض 30% يعني هو بيتكلم عن ما يعني نسبة ضخمة جدا. وصراحة يعني آخر المطاف أنا برضو ما عندي كريستال بول زي ما بقول، فبس 30% يعني إحنا بضربة 2008 اللي هو الاقتصاد العالمي كله، وفي مدن كاملة فلست، إذا مش دول أعلنت إفلاسها، ما صار عندنا هذا الانخفاض. بالعكس حتى احنا بأوتاوا بالذات ارتفع الماركت. هلا في مدن تانية بكندا صار فيها هبوط، لكن نتكلم عن 30% بالنسبة للأفرج الكندي كله، ما صار فيه هبوط 30% بالأفرج الكندي كله. في مدن معينة صار فيها 30%. أوتاوا الهستوريك ريكوردز تبعها من 1956 لغايه كورونا الافرج انكريس تبعها اذا بتاخذ 10 سنين وبتعمل افرجينج او ميديان للافرج انكريس، بنلاقي انه الماركت عم بيرتفع ما بين 4.5 ل 5.5% اب اور داون، وهذا فيري ستادي افرج. واكبر فتره نزل فيها الماركت حسب ما بتذكر، مش موجود عندي للشارت، بس كانت بتصور بأول بالسبعينات، بأول السبعينات إذا مش آخر الستينات، وكانت بحدود 4%. فيعني هذه كانت أكبر ضربة صارت في أوتاوا إنه نزل الماركت. طبعاً اللي تفضل اللي شاركوا معنا هلأ دخل، أنا شايف في عدد كبير ما شاء الله دخل معنا الأستاذ ضيفنا أنا والأستاذ محمد تميمي اليوم، الأستاذ وضاح الغصين هو مستشار عقاري في مدينة أوتاوا، ومن الداعمين للجالية دائما بيحاولوا أنهم يعطوا معلومات للجالية. نشكره اليوم على وجوده معنا. في الأخ نسيم بيحكي في حال تقديم الدفع لكل من يد، لكن هل يدفع الفائدة أو بدون فائدة؟ أعتقد أنه لازم يدفع الفائدة. ما فهمت في حال تأخير الدفعة.
تأخير الدفعة حيدفع الفائدة. الدفعة بصير في تأجيل زي ما قلنا قبل شوي، تأجيل للبرنسبل اللي هو من أصل الدين، مبلغ من أصل الدين، والإنترست اللي هو الربا. خلينا نقول البرنسبل والإنترست هو هذا اللي بتأجل، لكن البروبرتي تاكس والمورجج انشورنس هذا ما بتأجل، وهذا ملزوم عليك تدفعه. إذا أنت كان ضايل عليك 10 سنين بيصير 10 سنين وست أشهر، يعني أنت بس بتأخر هو صحيح؟ البرنسبل، ما هو هيك، ما هو بيصير في إعادة الامورتايزيشن، برجع بتجدول مرة ثانية بعد 6 أشهر، وبرجع إعادة جدولة مرة ثانية، وبرجع بتمدد الفترة الزمنية اللي أنت مفروض فيها. فمثلا يعني بدل ما يكون المورجج تبعك ضايل لك 300 ألف على البيت مثلا، بيصير 307 خلينا نقول، أو 310. فهمت شو قصدي؟ ف حل مش بطال يعني، للي مضطر حل مش بطال. خليه يا سيدي يصير 710 يعني، اذا انا فعليا والله فعلا انطرت من شغلي، او فعلا ما عندي دخل هلا حاليا ومش قادر اطعمي عيلتي، انا هو احسن اني يصير عندي مورجج 310 يزيد ب 6000 او 10000 دولار، يزيد المورجج ويتحمل على السنين اللي جايه لمده 25 سنه، ولا ما تاخذني الواحد يموت من الجوع. فهمت شو قصدي؟ فحل صحيح. مناسب يعني، حل مش بطال بالوضع الحالي اللي احنا فيه. في الأستاذة رحاب بتحكي أصحاب العقارات عندهم فرصة لتأجيل الدفعات، ماذا بخصوص المستأجرين؟ هل يوجد أي قرار بخصوص دفع الإيجار؟ وخصوصا أن نقوم بدفع الإيجار لصاحب العقار وهو يقوم بالمقابل بالتأجيل دفعاته للبنك. طبعا لأنه أعتقد هنا المشكلة أنه معظم الميديا العربية طلعت ستيتمنتس أنه ترودو سيدفع الإيجار عن المواطنين الكنديين، وأعتقد كان في خطأ في الستيتمنتس. ف هو شوف، ما هو هذا، ما زي ما تاخذني صار في سوء فهم للستيتمنت تبعت البرايم مينستر. معظم الناس فكرت انه حتجيها فلوس بالبريد وحيناولها لللاندلورد تبعه كدفعه اجار. طبعا هذا الكلام مش دقيق، هذا الكلام مش كثير 100% مزبوط، لانه اللي حيصير انه في بروسس وفي ابلكيشن لازم يتقدم للحكومه، ولازم اثباتات انه انت فعليا تركت الشغل. انا شخصيا طلعت اونلاين وحاولت اقدم رفضوني. ف شو اسمه، فالموضوع مش سهل زي ما هم بتخيلوا انه الفلوس حتجيهم بشكل بسيط. ليش انا رفضوني؟ لانه انا حبيت اشوف شو الخطوات. انا ساكن ببيتي، بس انا حبيت اشوف شو الخطوات. بس اكتشفت انه فعلا هم في تدقيق في الموضوع، وفي وبتاكد انه فعليا انت صار عندك لي اوف. اللي صاير انه اذا انت مش مضطر انك تروح على هذا الاتجاه، رجاء يا جماعه ما تروحوا على هذا الاتجاه. لانه اذا انتوا رحتوا، اذا الكل قرر، كل واحد مستاجر قرر يروح على هذا الاتجاه ويقدم على الحكومه الكنديه وياخذ الدفعات هذه، حتى لو اجاهم ابروفال لعدم التدقيق من الاداره او من الحكومه الكنديه، لانه من كم الابلكيشنز اللي عم بيجيهم، حتى لو صار يجي له دفعات، في هذا له عواقب اقتصاديه لكندا بشكل عام، لانه هذه كلها ديون حتحمل على الحكومه الكنديه. بطبيعة الحال في احتمال يزيدوا علينا التاكسز السنة الجاية إذا إن شاء الله عدينا هذه الفترة، لأنه في بشكل أو بآخر لازم يرجعوا هاي المبالغ للحكومة، فهذا حيعود الضرر على الكل. يعني بلاش نضلنا نفكر نفسي 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 أنا، يعني خلينا نفكر بالمصلحة العامة شوي. إذا أنت بتشتغل وعندك دخلك ثابت، ما تبطل تدفع لللاندور تبعك، ضلك ادفع، لأنه الضرر جدا كبير. وما تقدم تروح للجفرمنت بس عشان تاخذ زي ما نقول فري ماني، هذا حيعمل ضرر بشكل كبير جدا على الاقتصاد الكندي. وبتمنى انه الناس تستوعب هالكلام وما تتجه على هذا الاتجاه. احنا صرنا كنديين واحنا طلعنا من البيئه اللي احنا فيها حتى نيجي على سيستم
زي ما نقول honest system و system healthy system، يوفر لنا كل الخدمات اللي احنا بدنا اياها بطريقه تحفظ لنا كرامتنا وتحفظ للانسان الهيومن رايتس تبعته. فبلاش نرجع للاساليب القديمه اللي موجوده للاسف في بعض الدول العربيه اللي كانت عندنا، بلاش نحاول ناخذ نستفيد من الاوضاع. أزيد هون نقطة قبل ما أعطي أستاذ محمد الميكروفون بدي يحكي، هو أنه موضوع التأجيل هو ليس موضوع عدم الدفع، بما معناه إذا أنا مستأجر بيت ومضطر أني أأجر ممكن أحكي مع المؤجر بحيث أنه يفهم وضعي، لكن أكيد بعد شهرين حيطالبني بأجار الشهرين الماضيين، مش حيقول لي الله يسامحك. 100%. أنا في عندي مثلا يعني إحنا عندنا property management company، في بعض المستأجرين عندنا حاولوا يحكوا معنا إنه أنا والله مش قادر أدفع، يعني إنه أخبط روح أخبط راسك في الحيط. طلبته طبعا بإثبات إنه مش قادر يدفع، طلبته إنه فعلا مريض، طبعا ما قدر يوفر هالأوراق هذه، واكتشف إنه بالآخر ما بيقدرش ما يدفع. هاي أول نقطة. تاني نقطة، إذا فعليا والله أثبت لي إنه، وفي بعضهم فعلا كان وضعهم صعب شوي واثبتوا لي انه والله صار عندهم مشاكل بالدخل تبعهم، توصلنا على اتفاق انه ممكن لبعضهم انه نستنى لتاريخ 15 ابريل نشوف اذا المكتب هيرجع يشغله مره ثانيه، مش انه والله خلاص مسامح يلا روح معك الله معك، لانه صاحب البيت كمان بالاخر عنده مصاريف، هو بيدفع المورجج قاعد منه، بيدفع الانشورنس، بيدفع البروبرتي تاكس، وبدفع مصاريف الكارينج كوست تبعت البروبرتي هذا. فمش مش مش منطق يعني اللاندلورد هيك يسامحه بلوشي، يعني نروح توكل على الله انت مش قادر تدفع انا بتفهم الوضع، ما هذا حيضر بالضرر عليه. يعني ممكن اللاندلورد يكون متسامح شوي ويمشي لك اياها شهر، بس مش اكثر من هيك، وهذا الشهر مش راح يروح منك خلص انه والله تسامحت فيه. هذا الشهر وانا كبروبرتي مانجر كمان وفرت اللينكس المناسبه لهذه المستاجرين انهم يقدروا يقدموا على الجفرمنت سبسيدي او الجفرمنت اللي هو الامرجنسي فند خلينا نسميه، حتى يقدروا ياخذوا كومبنسيشن من الحكومه حتى يقدروا يرجعوا يدفعون. فالموضوع مش انه خلاص يلا فري يلا خليك قاعد في البيت وكذا. بدي انبه لنقطه، اللي فعلا متضرر وفعلا انطرد من شغله وفعلا مش قادر يدفع الأجار وتواصل مع اللاندلورد تبعه وقال له والله يا عمي أنا مش قادر أدفع الأجار، التنانسي بورد والتنانسي أونتاريو قرروا أنه يرفضوا حاليا كل الإيفكشن نوتيسز. بتصور وصلت الفكرة؟ فما بقدر اللاندلورد فعليا بالفترة الحالية هذه يطرد أي طرق. بس هذا مش معناته انه بيخلو مسؤوليتك انك ترجع تدفع هذا الشهر المترتب عليك. هلا بطبيعه الحال معظم المستاجرين بيكونوا دافعين لاست مانث، فممكن اللاندلورد يختار انه تو اكسرسايز انه يستعمل اللاست مانث هذا لشهر ابريل مثلا. فبتيجي انت قبل من بعد 5 سنين بعد سنه بعد الفتره اللي انت قاعد فيها في البيت لما تيجي تطلع بدك ترجع تدفع اخر شهر لانه هو استعمل اللاست مانث مقابل هذا الشهر اللي انت ما قدرت تدفعه. واضح لا مش فري يعني. تفضل استاذ محمد. طيب انا سؤالي الاخير الان، الناس اللي بتفكر في البيع او الناس اللي بتفكر في الشراء، ايش بتنصحهم؟ يستنوا يتريثوا ولا ما تفرق معهم؟ اذا جاهز توكل على الله وامشي. دائما دائما نتكلم مع الناس، انت يعني دائما لما نعمل مقابله مع الناس نساله انت جاي تشتري البيت عشان تبيعه بعد 4 اشهر ولا انت جاي تشتري البيت عشان تستقر فيه وعشان توفر كان اول انفستمنت لحالك للمستقبل. الشخص اللي بيشتري البيت لازم يتطلع اللي تكلمنا فيها اللي هي الحقبه الزمنيه تبعت 10 سنين. عاده احنا بننصح الناس انه لما يشتري بيت ما يبيعوا قبل على الاقل 3 سنين بشكل بسيط. بعد 3 سنين بيصير البيت عنده ايكويتي او بيصير عنده
بارتفاع سعره انه ممكن يغطي اللي هي مصاريف الشراء ومصاريف البيع. مصاريف الشراء بتتكلم عن 2-3%، ومصاريف البيع بتتكلم عن 5-6% كمصاريف ايجنتس، كمصاريف محاماه، كمصاريف لاند تاكس ترانسفير، كا 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 كا. فهذول لحالهم الاثنين مع بعض نتكلم عن 8%. فمده 3 سنين كافيه انها تغطي هذول ال 8%. فاحنا دائما بننصح انه ما تفكر ببيع البيت عن 8%. انا ليش بحكي هالكلام؟ لانه الناس اللي بتجيني هلا بتقول لي انه اوكي طب خليني انا اجل عشان انا يمكن الماركت، عشان انا يمكن بعدين، عشان مش عارف ايش. طب اذا انت قاعد مستاجر وانت قاعد بتدفع، وكانت الاجارات غاليه بنعرف، اذا انت قاعد مستاجر وقاعد تدفع مثلا لتاون هاوس $2000 بالشهر، طب ما انت قاعد عم بتضيعهم هدول $2000 بالشهر. يعني هل فعليا انت اذا ال $2000 بالشهر بنتكلم عن $24,000 بالسنه، هل فعليا اذا استنيت هالشهر زمان او شهرين زمان عشان الماركت ينزل عشان توفر ال $24,000 مثلا، هل فعليا الماركت حينزل هال $24,000؟ ما هذا الواحد بده يفكر فيه، ما انت عم تصرفهم الان. هلا الاشخاص اللي عندها بيت وعايشه ببيتها وكانت بتفكر انه تكبر بالبيت او تفكر انه تغير من بيت لبيت، ممكن نقول انه عنده سبب انه يأجل الموضوع، ما عندنا مشكله بهذا الموضوع، بس دائما لازم يفكر على الفتره البعيده، على المده الزمنيه اللي بعيده، ما يفكر الواحد تحت اجره ايش ممكن يصير بعد شهر او شهرين. حتى لو هلا اشترى البيت وبعد 4 أشهر نزل الماركت 5% 6% بشكل عام بشكل كندا، بس مش معناته انه بأوتاوا حينزل هذا الكلام. خلينا نقول قاعد هو بأوشاوا، بلاش أوتاوا، اوكي. أوشاوا مدينه صغيره وتاثرت طبعا ب 2008 وتضررت وخلافه. لاحظنا انه بعد الضرر اللي تضررت ب 2008 والجي ام مانيفاكتشر سكر والفورد والدنيا، لاحظنا انه الماركت رجع عندهم قوي يعني. ورجع اذا الواحد تطلع لمده زمنيه 10 سنين انه والله خلص انا بدي استقر وبقعد مع هالعيله مده 10 سنين، ما يعني ما يضل الواحد يفكر انه والله حينزل الماركت. طب ما هو ممكن ينزل بس ما السنه الجايه حيطلع، يعني شو استفدت انت؟ شو عملت؟ ما انت قاعد تدفع بالاجار، قاعد ما انت قاعد بتصرف فيهم بالاجار. يعني انت حطهم لبيتك، حطهم انفستمنت لإلك. ونفس الكلام للانفسترز، ما الانفسترز كمان ما نفس الموضوع. يعني اذا انت تقدر تشتري انفستمنت بروبرتي وبتاجر فيها واحد يدفع لك $2000 بالشهر، ما هو هذا المستاجر عم بدفع لك $24,000 بالسنه، ما هو عم بغطي لك المورجج، ما هو انت عم تبني اكويتي بالبروبرتي وعم بزيد البروبرتي سنه بعد سنه. فهل حينزل الماركت وينضرب؟ احتمال، بس اوتاوا يعني بدنا نشوف. اذا صار منع تجول، ايش حتسوي في موضوع الاوبن هاوسز؟ هل في فيرتشوال شيء عندكم ولا لسه؟ شوف هلا الاوبن هاوسز احنا شركتنا وعدد من الشركات كنا من الاوائل اللي منعنا الاوبن هاوسز من اول ما طلعت هذه الكورونا فيروس، وادركنا المشاكل والخطوره اللي فيها. عشان هيك حتى انا كمان يعني قررت احبس حالي لمده 14 يوم، لانه بعد البيت اللي بعته اللي دخل عليه 80 واحد هذا، فصرت خايف على حالي، فقررت احبس حالي لمده 14 يوم والحمد لله عدت. فاستوعبنا انه الاوبن هاوسز بشكل خطر على علينا احنا كايجنتس وعلى الناس اللي جايه تزور البيت وعلى البائع بشكل عام، لانه طبعا حيمسكوا الناس وحيفتحوا جوارير وحيفتحوا الكابنتس ويفتحوا ويمسكوا ايدين الابواب وهكذا. فقررنا احنا نمنع الاوبن هاوسز. بعديها بعد يومين ثلاثه الريل استيت كونسل اوف اونتاريو اصدر قرار منع كل الاوبن هاوسز بشكل كامل، فبطلنا نعمل اوبن هاوسز. التكنولوجي عندنا موجوده، عندنا فيرتشوال تورز، في عندنا فيديو تورز، في عندنا 3 دايمنشنال تورز، فعم نستعين فيهم اكثر واكثر. هذول التكنولوجي ميثود اللي بتخلي الشخص يقدر يشوف البيت بكل اطرافه بكل زواياه لايف، ويقدر يتجول في البيت بكبسه ماوس، فبيقدر يشوف
البيت بشكل كامل وبقدر اشوف المأساة تبعت البيت. فشوي شوي بتصور حيصير في توجه، اذا لا سمح الله طولت فترة كورونا حنصير طبعا شوي شوي نتوجه لهاي الحلول، وهاي الحلول موجودة والتكنولوجيا هاي موجودة ومش اشي غريب علينا. بس قبل سنتين ثلاثة كانوا يجون هذه الشركات ونقول لهم لا ما فيش داعي مش محتاجين، كنا نتدلل عليهم. هلا بتصور حنصير احنا نروح نطلبهم ونترجعهم يجوا يعملوا الصور. طبيعي كل شيء في طالع تكنولوجي راح نستعملهم اكيد، وحتى نوفر هاي السيرفيس الموجوده للزباين. بس لغايه هلا في ايجنتس، وفي ايجنتس من عندنا من التيم كمان، بعدهم بروحوا بفرجوا البيوت، ناخذ احتياطاتنا، بنوفر ماسك، ناخذ هاند سانيتايزر، بننبه على الزبون ما يمسك ولا شيء، نعمل مساءلة مع الليستنج ايجنت قبل ما نروح نفرج البيت، هل صاحب البيت مريض، هل عنده انفلونزا، هل عنده اي حرارة، هل 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 هل، نوجه له اسئلة معينة قبل ما نروح وناخذ زبوننا ونتجه على هذا البيت. فمنحاول احنا، وزي ما بقولوا عقلها وتوكل. يعني new precautions. yeah good good. في سؤال او هو تعليق بقول لك من الاستاذ باسم، ليش ما يكون في توقع في زياده الاسعار، خصوصا تم ايقاف شركات البناء عن العمل وزياده الطلب في السوق رغم قله العرض؟ ما هذا فهو... ما هذا واحد من الاحتمالات، ما هذا واحد من الاحتمالات اكيد. بس هلا هلا هو انا هو بيتكلم عن اوتاوا ولا بيتكلم عن كندا؟ اذا بيتكلم عن اوتاوا انا ما هي اللي عم بحاول اوصله انا كفكره، بس انا ما بحب اعطي زي ما تقول فولس بروميسز. انا بتوقع اوتاوا بعد ما نعدي فتره الكورونا هذه حتصير في هجوم وجنون بالاسعار، بتوقع هيك والله اعلم. فلانه زي ما انت تفضلت، في كتير عوامل عم تلعب دور وعم بتقلل البرودكت اللي موجود، ولما يقل السبلاي ويكون الديماند بعده موجود طبعا الاسعار بتطلع، هذه ايكونوميكلي معروفه. هلا في مدن تانية يمكن الوضع شويه مختلف، في مدن ماتشور تاونز بنسميها ما فيها كتير عدد من البيلدرز، زي راسل، زي امبراير، زي مثلا الضواحي، زي سميث فولز، او مدن تانية مثلا على وينزر بتعتمد كليا على ديترويت. يعني حسب كل مدينة إلها الديناميكس تبعتها وإلها الأرقام تبعتها. ما بدي أدخل كتير بالتفاصيل لكل مدينة أكيد، لأنه مش حيطيحنا الوقت. بس أوتاوا يعني إحنا هلأ بحالة همود، مش ستيبل. يدوب البيت اللي بنعرض عم بنباع بفترة، ما في هجوم على البيوت وما في عرض كتير، فالأمور is balanced وستيبل. وبس نخلص من هالكورونا بإذن الله I think الأمور هترجع قوية وهترجع أقوى من أول. أستاذ محمد عندك أسئلة؟ لا أنا بس يعني عشان الناس ما يحسوا أنه إحنا بنركز على أوتاوا فقط، لو نفس السؤال الأخير أعطيت أمثلة في عدة مدن و ومقاطعات أخرى علشان ما يحسوش الشباب إنه يعني إحنا محتكرين الساحة. العاصمة العاصمة إحنا صحيح العاصمة، وإحنا صحيح يعني العاصمة إلها معنى مقدس عندنا في ثقافتنا العربية، لكن هون بدنا نعدل. في سؤال ترى من وينزر هون بقول لك، أنا قادم جديد إلى كندا ومقيم في وينزر أنتاريو، سؤالي هل تنصح بشراء قطعة أرض وبناء بيت لتوفير بعض المال بدلا من شراء بيت جاهز؟ هلا هذا موضوع مختلف ملوش علاقة بالموضوع الكورونا اللي احنا بنتكلم فيه، بس إذا بحب بشكل سريع يعني ممكن نتكلم عليها بشكل سريع. تفضل. الليبر كوست تبع وينزر صراحة أنا ما بعرف قديش الليبر كوست تبع وينزر، وبالنسبة لأسعار الأراضي بعرف شو الأسعار الأراضي هناك، بس شو الليبر، شو قديش بيكلف بالسكوير فوت بوينزر صراحة ما بعرف. عندنا بأوتاوا بيكلف بحدود $200 مينيموم بأوتاوا، يعني إذا بدكش تحط فيه ولا إشي هالأيام بده يكلف 150
ل 100 حتى 150 بطلت، صار في حوالي 180 دولار بالسكوير فوت. فاذا انت بتحسب، بدك تحسب انت عشان هو يعرف عنده بوينزر، اللي بده يعرفه بده يسال كونتراكترز قديش بكلف بناء البيت بالسكوير فوت. ولازم ينتبه الرقم اللي حيعطيه هذا الكونتراكتر لازم نضيف عليه حوالي 10%، لانه الكونتراكترز دائما بيطلعوا على 10%، فينتبه لهذا الموضوع. 10% تعد فرق كبير يعني مش صغير. بعدين بده يحسب عنده اكيد الارض اللي بده يشتريها الكاست تبعتها، بده يحسب المنسيباليتي الكاست تبع البيلدينج بيرميت، بده يحسب الكونكشن فيز للهيدرو للغاز في بعرف وينزل في كثير مناطق ما فيها غاز، فيها بروبين وحلول تانية اخرى، بده يحسب تكلفة هذه ما لهاش علاقة بال 150 او 200 دولار بالسكوير فوت. بده يحسب كل هاي الامور ويحطهم ويحسبها ويشوف تكلفة. عندنا باوتاوا اذا شخص بده يروح يشتري بيت عادي، خلينا نقول بده يعمل بيت 2000 سكوير فيت سينجل هوم 3 بدروم دبل جراج والسلام عليكم، هذا حيكلفه اكثر من ما انه يشتري مع بيلدر دايركت. هنا عندنا بوتوا الموضوع مكلف مش رخيص. بوينزر بتصور ممكن يكون في فائده لانه الاراضي ارخص شوي، خاصه بالفتره هلا الحاليه مع تسكير البوردر، خاصه لانه وينزر يعني على الحدود، معتمدة اعتماد قوي جدا مع اور نيبرز بامريكا، وعدد ضخم جدا اذا مش نص السكان وينزر بيشتغلوا بامريكا كل يوم رايحين جايين. مع تسكير الحدود بتصور الوضع صعب شويه بوينزر، فبيجوز عنده فرصه انه يقدر يشتري ارض وبسعر جيد، بس لازم يعمل الدراسة تبعته بشكل جيد جدا وبشكل قوي. أكيد أكيد أكيد. طبعا الموضوع شيق جدا وأخذ منا وقت، يعني إحنا هاي حوالي ساعة ونصف، يعني ما توقعنا صراحة. في البداية كنا بدنا ساعة، فنشكرك كثير على إعطانا هذا الوقت. شكرا استاذ وضاف، شكرا كثير، ونشكر جميع اللي كانوا معنا لايف او اللي حيحضروا ان شاء الله بعد ما نحط البوست هذا. حنذكركم انه غدا ان شاء الله الساعه 8 راح يكون معنا برضه موضوع شيق، وهو الاعلام والسوشيال ميديا في عصر الازمه، شو اللي عم بيسوي السوشيال ميديا، شو اللي بيسوي الإعلام المرئي والمسموع. راح يكون معنا أخونا وصديقنا الإعلامي هيثم الأحمد إن شاء الله. هيثم حمد سوري. فانتظرونا غدا بمداعبة، وإن شاء الله نكون خفيفين عليكم في بيوتكم. وشكر مرة تانية ل أخونا وضاح الغصين فيرتكس تيم من رويال لابيج. اللي بده يتواصل مع الأستاذ وضاح هحط البيج تبعه الفيسبوك، وحنحاول نحط العنوان تبعه. إن شاء الله بعد هاي الأزمة بقدر يفيدكم. هلأ ما تروح تشوف ولا بيوت. شكرا لك، شكرا جزيلا، يعطيكم العافية، حياكم الله.